بالنسبة لهذا اللايف محلات كيو ايج، طبعا هذا اللايف فتحناه كرمال توزيع الجوائز لأول مسابقة عملناها معكم. طبعا هي محل كيو ايج، بس عم نستنى الكل يفوت على اللايف نعمل القرعة، مين اللي يطلع معنا من الجوائز يربح معنا. وعليكم السلام، بس عم نستنى اللي يصير، بس العدد كبير ضمن اللايف عشان طلع الجوائز. طبعا شيرونا هذا اللايف، خلي الكل يدخل على اللايف مشان نعمل قرعة ونربح اكثر عدد من الزباين. طبعا حيكون كل اسبوع معنا مسابقة. فوت فوت عبو. هلا هنا اللي خبرناكم المسابقة حتكون لعشر رابحين. طبعا هاي المسابقة عاملينها ضمن الإمارات وضمن سلطنة عمان، رح نشوف مين رح يربح معنا. شاركونا بس هذا اللايف. لا من هون، من هون على اليمين. لا لا من هون دغري على اليمين على طول. طبعا عم نستنى يصير بس العدد كبير مشان نعمل قرعة ونشوف مين رح يربح معنا. يعني هلا صار اللايف معنا، طبعا هي أول مرة نفتح على اليوتيوب اللايف، وإن شاء الله كل أسبوع رح نكون معكم. طبعا هلا 16، أنا طبقت كل الشروط، إن شاء الله اللي طبق الشروط رح يربح معنا.
شروط المسابقة كانت مكتوبة على ضمن الفيديو اللي صار، يعني تحت فينك تدخلي على أول الفيديو وتشوف شروط المسابقة، هتلاقوا الفيديو نازل مكتوب مسابقة كيو اتش وتشوف شروط المسابقة. بس شيرونا هذا الفيديو، خليه يوصل هذا اللايف، خليه يوصل عدد كبير مشان نعمل القرعة بعد 5 دقايق. واللي ما عنده فيسبوك شو يسوي؟ نحنا لا مو على الفيسبوك، كل المسابقة على قناة اليوتيوب، ما خبرنا اي حدا على الفيسبوك او على الانستغرام. هي المسابقة على قناة اليوتيوب، موجود فيديو مكتوب عليه المسابقة، شروط المسابقة ضمن الفيديو، في كان فوتو مكتوب على الفيديو مسابقة كيو اتش واتبعوا، يعني هي خطواتها كتير سهلة المسابقة. اسلام هلا فيني انا مثلا بفوت على اي شخص فيني اعمل له شات ولا لا؟ مو شات ما احسن؟ لا السلام بيبقى هنا بس. لا هون بعرف اللي هون طلع على لسه لا ولا بس. بدنا فرع بالعين، والله كنا ناويين نفتح فروع جديدة بس ما حسنا لأنه صار عنا كتير ضغط والبضاعة عم تتأخر، فما عنا استطاعة نفتح أي محل. إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله، لأن البضاعة كتير صار عم تتأخر بالشحن من الصين، فكنا ناويين على أساس نفتح محل في العين، محل براس الخيمة، محل بالفجيرة، فتأجلت إن شاء الله لبعد رمضان بسبب البضاعة. هلا اللايف صار 19:09 افتح لنا فريق العين في انتصار ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا هلا اللي حيربح معنا ضمن المحادثات وضمن الفيديو اللي شارك معنا اسلام تعال دقيقة بس كم شو الاسم هون مريم ميرا وئام اول رابع بس اعطيني هات اعطيني اعلان عشان بس سجلها هلا ميرا وئام اول رابح معنا ميرا وئام اول رابح معنا الكل اكيد عنده ليال الانستغرام تبع كيو اتش بس تفوت على الانستغرام وبعتينا عنوانك ورقم الهاتف عشان توصلك الهدية لعندك بس تبعتينا بس التفاصيل على الانستغرام ميرا وئام اول رابح معنا ميرا وئام
ايه تمام، انك كتبت لنا اسمك بالانستغرام مشان ما حدا يدخل باسمك، وان انا اللي ربحت. ميرا وام اول واحد ربح معنا، والرابح الثاني حيكون شو اسمه اللي هون؟ اللي فوقه طبعا 205. الوفا 205. الرابح الثاني معنا الوفا 205. بس اكتبي لنا او اكتب لنا اسمك بالانستغرام الوفا 205، وبعت لنا التفاصيل، العنوان ورقم الهاتف. ان شاء الله الف مبروك معنا الوفا في رقم 205. بس اكتب لنا اسمك بالانستغرام مشان ما حدا ياخذ الهديه تبعك او ينتحل انه هو اللي ربحان. الرابح الثاني معنا. هلا الرابح الثالث، ما حنطول عليكم، الرابح الثالث رح يكون شارك معنا. هلا 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 شو؟ متسام. الرابح الثالث هلا متسام، ان شاء الله الف مبروك. بس تبعتي لنا اسمك، تكتبي لنا الاسم تبع الانستغرام وبعتي لنا على الانستغرام. هلا معتصم، اسف، هلا معتصم كمان قريت معنا. هلا معتصم ان شاء الله الف مبروك. بس تبعتي لنا اسمك هون تبع الانستغرام. الرابح الثالث، الرابح الرابع رح يكون إيلين. صورة البنت إيلين. الرابع معنا إيلين. بعتي لنا بس اسمك هون مشان يضل. ايه انتي إيلين، ان شاء الله الف مبروك الرابع. بس اكتبي لنا اسمك هون بالانستغرام وبعتي لنا على الانستغرام رسالة. ايه انتي عم تكتبي لي انا. ايه مزبوط انتي. بس اكتبي لنا على الانستغرام التفاصيل كامله. بس اكتبي لنا هون اسمك بالانستغرام مشان ما حدا ياخذ الاسم تبعك، واكتبي لنا انه انا اللي ربحت. اكتبي لنا هون اسمك مشان ناخده، وتبعتي لنا عن طريق الحساب نفسه اللي حتكتبي الاسم. الرابح الله يبارك فيك. الرابح الخامس اللي حيكون مين يا استاذ؟ أم محمد. إن شاء الله ألف مبروك الرابح الخامس معنا أم محمد. بس اللي بعتينا كتبتي لي أنا. إيه مزبوط أنت أم محمد. الرابح الخامس معنا. أم محمد بس ابعتي لنا العنوان تبعك ورقم الهاتف على الانستغرام، واكتبي لنا بس هون الاسم الانستغرام تبعك عشان نحقق وتبعتي لنا من طريقه. أم محمد. مين اللي ربح معنا كمان؟ الرابح لنا السادس. هلا نضل عنا أربعة. مين يا أمس؟ شو هذا الاسم؟ عسد. شو ديزاين العربي. الرابح السادس معنا. انا ديزاين العربي. ايه مزبوط انت. ان شاء الله الف مبروك الرابح السادس معنا. بس يا ريت تبعتينا على الانستغرام العنوان تبعك ورقم الهاتف. انت الرابح السادس معنا ديزاين العربي. ان شاء الله الف مبروك. الرابح السابع اللي حيكون معنا. شو الاسم هون؟ شوش ميرها. شوش
شمرها شو شمرها شو شمرها بس تبعت لنا اسمه صح لنقرا معنا ولا لا؟ ايوه انا شو شمرها بس يا ريت تبعت لنا اسمك هون على شو مكتوب بالانستغرام تبعت لنا على الانستغرام عنوانك ورقم الهاتف شو شمرها ان شاء الله الف مبروك الرابح الثامن حيكون هلا شو الاسم هذا اسلام طبق شروط حرف الاس سلمى كديد قايدي سلمى قايدي يس انا سلمى قايدي ان شاء الله الف مبروك الرابح الثامن معنا سلمى قايدي بعتينا اسمك هون شو مكتوب بالانستغرام وبعتينا على الانستغرام عنوانك ورقم الهاتف سلمى قايدي الرابح الثامن معنا ان شاء الله الف مبروك سلمى قايدي ان شاء الله الف مبروك الرابح الثامن هلا الرابح التاسع حيكون معنا هلا نشرف ايدي اللي ربح معنا الرابح التاسع شو هذا الدي؟ أنا الدي؟ آه. دينا حسين الرابح التاسع مضبوط دينا حسين الرابح التاسع الرابح التاسع دينا حسين ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله الف مبروك الرابح التاسع الرابح العاشر وهو الاخير الرابح العاشر والاخير العاشر حرف ناخذ عليه روان شو؟ روان امجد روان امجد الرابح العاشر معنا روان امجد ان شاء الله الف مبروك طبعا مثل ما خبرناكم حنطلع لعشر رابحين تمام؟ هاي المسابقه لعشر رابحين اول مسابقه بنعملها ونساويها لعشر رابحين ربحتوا معنا ان شاء الله الف مبروك بس يا ريت تبعتوا لنا عناوينكم مثل ما خبرناكم عن طريق الانستغرام وان شاء الله هلا رح تنزل غدا مسابقه جديده رح تكون لعشرين رابح هلا طلعنا اول مسابقه لعشر رابحين المسابقه الثانيه رح تكون لعشرين رابح ما عليكم الا تتبعوا كل التفاصيل تبع المسابقه وان شاء الله تربحوا معنا ولا تنسونا من اشتراك بالقناه واشتراك بحساباتنا حسابات كيو اتش محل وفرعنا هي حتكون فرع عجمان وفرع أبوظبي وفرع سلطنة عمان المسابقة الثانية حتنزل غدا إن شاء الله ورح نكتب لكم تفاصيل المسابقة وإن شاء الله ألف مبروك اللي ربح واللي ما ربح معنا إن شاء الله بيربح معنا بالمسابقة الثانية إن شاء الله غدا رح تنزل المسابقة الثانية والسلام عليكم